كل بسرعه عشان تلحق تروح لابوك، انت عارف انه ما بيقدرش على السهر وزمانه بينفخ. يعني ما خلصت اكل؟ لا هتاكل وهتحلي كمان، عندنا تفاح. قولي كلام غير ده. والله. طب والتفاح ده وصل لبيتنا ازاي؟ هديه، اصل احنا جالنا ضيف بس هو ما جاش بايده فاضيه، جاب معاه كده تشكيله فاكهه. هقوم اجيب لك. استني، مين الضيف ده؟ معتمد. يعني مفيش فايده، عشان كده ابوك يوزعني. اول مره يقول لي روح النادي وكمان يديني فلوس المواصلات. على فكره ملهاش لازمه الحمقه دي، ما انت كنت حاضر الاتفاق يا عاطف. هو انتوا مش قلتوا الراي راي نواره بس بعد ما تشوفوا؟ حصل. وهو جه لغايه عندها عشان تشوفه، ولا انت يعني كنت عايزها تروح له الورشه بتاعته وتقول له فرجني على عرضك وطولك؟ كمل اكلك. وشافته؟ طب وهي رايها ايه؟ انت بتسالني انا؟ ما هي قاعده فوق قدام التلفزيون وطلع اسالها. يبقى عجبها. والله بقى اسال صاحبه الشأن هي اللي تقولك. انا بصراحه مش عاوزه اتخانق معاه. هو ما اجيب لك تفاح ده، ناكل السم الهاري وما اكلش من ايد الرخم اللي ربنا ابتلانا بيه ده. بقول لك ايه، انت مش هتهتني بالزعبوه بتاعتك دي، انت عايز ايه؟ نجحتيه في كشف الهيئه يا شاطره. اهو زيه زي غيره، بني ادم من غير عاهات وخلاص. وكفايه قوي ان هو شاريني، انا مش ضماني مين يجي لي احسن منه. راجل مستور وهيسترني، مش لازم يعني يكون زي نور الشريف ولا محمود عبد العزيز، كل واحد بيدور على اللي شكله وتوبه. طب كان لازمته ايه الخناق بقى، بدل ما انت خفيفه كده وبتتكفي اول ما حد يلمسك. احفظ ادبك يا عاطف. الخناق كان ليه لازمه ونص، عمل لنا قيمه وكرامه. انا عايز اعرف انت مستعجله على الجواز كده ليه؟ انت عارف انا عندي كام سنه يا عاطف؟ عارف. خلاص يبقى تسكت خالص. امك قالت لي البنت مهما كانت لو فاتها قطر جواز بتبقى عامله زي الخيار اللي منقوعه في خل وملح. انت تعرفي ايه عن الراجل ده يا نوار؟ كفايه اللي قاله عنه الشيخ شفيع. الشيخ شفيع قال عن الشقه، قال عن الوظيفه الشغلانه، بس انت تعرفي ايه عن طباعه؟ تعرفي ايه عن اخلاقه؟ تعرفي ايه عن البني ادم ده؟ كله بتعرف بالعشره. عشره ايه؟ ما هو اللي يخلي واحد يعاكسك ممكن يمد ايده عليكي وممكن يشك فيكي وممكن ينكد عليكي طول العمر. بلاش الراجل ده يا نوارة، عشان خاطري انا مش مطمن له. انا فرحانه قوي يا عاطف ان انت خايف عليا قوي كده. وانا اخاف على مين غيرك يا بنت؟ عاطف يا حبيبي، صحيح انا اختك الكبيره بس انت الراجل اللي سندنا كلنا. أنا اللي هقوله لك ما أقدرش أقوله لا لأبوك ولا لأمك، بس أقدر أقوله لعز الناس اللي هو أنت. أنا زهقت يا عاطف من العيشة في البيت ده، من يوم ما اتولدت وأنت وتغريد زي تمام عايشين وسط السكر والدقيق والسمنة وريحة الفانيليا والموارد. البيت ده ريحته كده على طول. نفسي أعيش في بيت تاني له ريحة تانية. أنا وتغريد غيرك، انت ولد بتخرج وبتلف في الشوارع براحتك، بتروح النادي وبتحضر ماتشات كوره وبتشوف ناس ياما، لكن انا واختك لو خروجه يلزمها محايله وتعليمات ناخدها، يعطف محدش يعرفنا علشان يخبط علينا. علشان كده انا بقولك او يسد. احنا في ايام الغلابه فيها متعرفش تختار براحتها. يعني خلاص؟ هو ايه اللي خلاص؟ انا لسه ما قلتش انا بس قلت لك اللي جوه مني. لكن مش معقول اقابل بني ادم لاول مره اقول خلاص حبيته. ما هو ده المفروض، ان انت تتجوزي واحد يحبك وتحبيه.
الكلام ده يقوله التلامذة اللي زيك اللي لسه بيكتبوا جوابات حب وغرام ويبعتوها للبنات. يعطف الحب عشان يتوجد لازم الناس تشوف بعض وتتعامل مع بعض، واحنا يا حسرة علينا لا بنشوف ولا بنتعامل. مش عارف اقولك ايه، وانا اللي كنت فاكر يومي مفيش احسن منه. ما تتفضل يا عاطف، ما تيجي تشرب حاجة يا أبو نسب. السلام عليكم. جاي متأخر ليه؟ يا أخي حس شوية بالمسؤولية، العربية دي فاتحة بيت فيه 5 بني أدمين، عشقك للكورة ده هو اللي فسدك أكتر ما أنت مفسود. روح نام يابا، روح نام، أنا متأخرتش عليك كتير، وعلى فكرة ما روحتش النادي بمزاجي، أنتوا اللي وزعتوني عشان تسلكوا موضوع نوارة. الراجل جاي يشاري، يعني نقول له يفتح الله؟ وبعدين أختك محتاجة راجل يسترها. بص يابا، أنا موضوع نوارة ده شلت إيدي منه. عملت طيب، بس في حاجة كده، المشايخ زعلانين منك، بيقولوا إنك ما بتصليش. يابا هو صار ربنا ولا عشان المشايخ؟ صليت والله العظيم صليت، يعني أعمل إيه؟ أكتب يافطة على باب الجامع أكتب عليها حضور. ربنا يهديك يا ابني. بص يابا، أنا في حاجة لازم تعرفها وتاخد علم بيها من دلوقتي. إيه هي إن شاء الله؟ من النهاردة تشوف حد تاني يساعدك على العربية. كده هو من غير سبب؟ لا بسبب، مرحلة التنسيق الثالثة فتحت وأنا خلاص قدمت ورقي. يعني هو أول ما تتكبر على أبوك وعلى العربية اللي ربطك وصرفت عليك وأكلتك وشربتك وكاستك وعلمتك. يابا احنا في الشارع، ما تفرجش عليها الناس. روح أنت محتاج تستريح وتنام. مع السلامة.